نبدأ نهارك عالمي من عند الدوري الإنجليزي، تحديدا من عند أرسنال، واللي قدر إن هو يحقق فوز كبير على كريستال بالاس بنتيجة 5-0 في الجولة 21 من البريمير ليج. سجل خماسية أرسنال المدافع البرازيلي جابريال في الدقيقة 11، ودين هندرسون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، وتروسار في الدقيقة 59، ومارتينيلي هدفين في الدقيقة 93 و94. بالفوز ده أرسنال بيرتفع رصيده ل 43 نقطة في المركز الثالث، علشان يتساوى مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، ولكن مانشستر سيتي لعب مباراة أقل. طبعا ليفربول بيتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ب 45 نقطة، أما عن كريستال بالاس فالهزيمة بتجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز ال 14. ونروح لتصريحات أرتيتا المدير الفني لأرسنال، واللي اتكلم في المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير اللي حققه الجانرز على حساب كريستال بالاس بخماسية نظيفة. أرتيتا كمان قال أنه سعيد بعدم استقبال أي أهداف في المباراة، وأن هم كانوا محتاجين أن هم يحافظوا على شباكهم في المباريات اللي فاتت، وأن الكلين شيت اللي حققوه تأثيره هيكون كبير جدا على الفريق في المباريات اللي جاية، وأنهم اتدربوا بشكل جيد جدا في الأسبوع اللي فات، وتحديدا على الكرات الثابتة، وأن اللاعبين نفذوا التعليمات بشكل جيد خلال المباراة. وكشف المدير الفني الإسباني طبيعة إصابة لاعب خط الوسط الإنجليزي داكلين رايس والمدافع البرازيلي جابريال أثناء المباراة، وقال أن داكلين رايس كان بيشعر ببعض الإرهاق أثناء فوز أرسنال بنتيجة مريحة وهي 3-0، عشان كده فضل المدرب إخراجه وإراحته. أما عن جابريال فبعد أكتر من تدخل قوي عليه اللاعب، شعر طبعا ببعض الألام، فبالتالي قرر المدرب إخراجه من الملعب وعدم المجازفة به. وعن ثنائية مارتينيلي، أرتيتا اتكلم وقال ان تسجيل مارتينيلي لهدفين هيجعله يستعيد ثقته وطاقته، خاصة وانه ما كانش لائق بشكل كامل، ولكن نزوله في الشوط الثاني كان مؤثر وسجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع. أرسنال هيواجه يوم الثلاثاء اللي جاي نوتنغهام فورست في البريمير ليج، وبعدها هيكون عنده مواجهة نارية مع ليفربول يوم الحد اللي جاي ان شاء الله.